الأهلي اكيد بإذن المباراه الله. ان شاء الله بيستعد لها النادي الاهلي بشكل اكتر من رائع. عوده اللعيبه الدوليه الحمد لله كلهم سلام، ما فيش اي اصابه. كنا قلقانين كلنا من الاسبوع اللي فات اوائل بعد طبعا مباراه المنتخب على ايمن اشرف، كنا قلقانين على ديانجا، قلقانين على علي معلول. الحمد لله كله تمام، الشكل المعنوي والشكل الفني بيتسم بالجديه في النادي الاهلي ان شاء الله استعدادا لمباراه مهمه جدا. احنا دايما بنتكلم على الثلاثيه، النادي الاهلي حقق بطوله الدوري عن جداره، عندنا ان شاء الله يوم السبت خطوه الى كاس مصر باذن الله، برضو بطوله مهمه جدا، وطبعا كلنا منتظرين وكلنا بنستعد بشكل جدي جدا على مستوى احترافي لمباراه القمه، مباراه القمه التاريخيه الافريقيه مع نادي الزمالك ان شاء الله يوم 27 الشهر ده. كمان مستر موسيماني كان طلب بشكل كبير جدا ان اللعيبه تركز في المباراه بتاعه يوم السبت بس، يعني دايما التشتيت انك بتفكر في ماتشين ورا بعض ممكن تخرج اللعيبه عن تركيزهم في مباراه مهمه زي مباراه الكاس. لكن زي ما قلت هم قافلين تماما ملف نادي الزمالك حاليا، بيستعدوا بشكل جدي لمباراه الكاس. وقال لهم طبعا موسيماني قال لهم ما تشتت نفسك، يعني خلي دايما ما توترش نفسك، تفكر في الزمالك وتفكر في النهائي وتبدا تعيش المباراه، ده جاي وقته امتى ان شاء الله نخلص من ملف في يوم السبت باذن الله ونفوز ونحط رجلينا كمان على الدور قبل النهائي لكاس مصر، بطوله مهمه جدا. بعد كده نفكر ونركز في المباراه ان شاء الله المهمه امام نادي الزمالك، وده عهد اللعيبه وعهد يعني الجهاز الفني، بنمشي خطوه خطوه. مباراه الزمالك مباراه في غايه الاهميه، لكن كمان عندنا عايزين نحقق ان شاء الله باذن الله الثلاثيه، دوري وكاس افريقيا باذن الله.